السلام عليكم مشاهدي ومتتبعي قناة نهار، أهلا ومرحبا بكم إلى عدد جديد من برنامج 52 دقيقة اقتصاد. ضيفي وضيفكم لهذا العدد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني السيد علي عون. سيد علي عون، أهلا ومرحبا بك معنا، وشكرا جزيلا على قبولك يعني دعوة إجراء حوار معنا. شكرا، أنا اللي أشكركم في دوري، لأننا في هذه الحصة إن شاء الله رايحنا نفيد المتفرجين بالأخص بعض المعطيات على القطاع الصناعي. بالفعل قطاع الصناعة ربما هو من أهم القطاعات التي تساهم ربما في التطوير الاقتصادي والتنويع الاقتصادي. كأول سؤال عام نبدأ به هذا النقاش سيد الوزير، ما هي أهم نقاط القوة ونقاط السلبية لقطاع الصناعة؟ شكرا. نعرف كلنا باللي قطاع الصناعة هو قطاع حساس، قطاع حساس لأنه يلعب دور كبير في كقطار الاقتصاد الوطني والتنمية الوطنية في الاقتصاد وفي الشؤون الاجتماعية. نقط القوة في القطاع هذه ونقط الضعف نفضل نعطيها عبر بعض أرقام. نعم. لو سمحت. نعم. يعني الرقم الأول هو عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اللي تتفاوت 1,400,000 وحدة. هذا قطاع عمومي وخواص. خواص. عدد مناصب الشغل التي يوفرها هذا القطاع يتفاوت 3 ملايين منصب عمل. كثافة المؤسسات إذا نقارنها بألف سكن، كثافة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي حوالي 30 بكل ألف. تخلي تعطي يعني ما هي رتبة قطاع الصناعة في البلد. 30 مؤسسة لكل ألف ساكن يعني مؤشر مرتفع إذا نقارنه بالمؤشرات متاع البلدان المجاورة. عدد المناصب التي توفرها مؤسسات القطاع العمومي الصناعي، القطاع العمومي الصناعي هي 94,000 منصب عمل. عدد مؤسسات ومصانع القطاع العمومي والخواص هي 174,000 مؤسسة. الرقم الآخر اللي لازم يكون نتكلم عليه هي حصة قطاع الصناعي، الصناعة والتحويلات من الناتج الداخلي الخام يقارب 7%. إذا نعرف ليه 3 سنوات أو 4 سنوات كان ما يتفاوتش 3 إلى 3.5%. إذا نتكلم على رقم الأعمال تاع القطاع العمومي حاليا سنة 23 حصلنا على تقريب 500 مليار دينار جزائري. هذا ثاني رقم لا يهان به، لأن رقم الأعمال هذا غطى بعض القطاعات المهمة. إذا نتكلم على القطاع الأسمنت. قطاع الأسمنت حاليا الجزائر القدرة الإنتاجية هي حوالي 40 مليون طن سنويا ما بين عمومي وخواص. من هذا 40 مليون طن حوالي 20 مليون طن تتصدر حاليا. تصدر. نعم. هذه تبرهن بأن القطاع هذا رد الجزائر من بلد مستورد إلى بلد مصدر، وهذه ظرف 3 سنوات أو 4 سنوات هذه تبرهن على المجهودات اللي قامت بها الدولة في هذا القطاع. في هذا القطاع. في القطاع الحديد والصلب كذلك. حاليا الإنتاج في هذا القطاع يتفاوت 4 ملايين طن، 4 إلى 5 ملايين طن ما بين المركبات اللي موجودة في الشرق في الوسط وفي الغرب. عندنا حوالي في سنة 23 صدرنا ما يقارب 1 مليار دولار
من المواد منتجة من في قطاع هذا الحديد والصلب. الحديد والصلب. إذا نتكلم على الأسمنت كذلك، الأسمنت صدرت الجزائر حوالي 500 مليون دولار، وفي الحديد والصلب كذلك حوالي كما تكلمت مليار دولار جزائري. نعم. إذا نتكلم على قطاع الأدوية، لأن الصناعة داخلة فيها الأدوية، يعني القطاع هذا يعني اللي منذ 4 سنوات خضع المنصب تاعو وخضع الأهمية تاعو في الضمان الصحي، وفرنا للتصدير في سنة 23 حوالي 6 ملايين دولار. القطاع هذا اللي ما كانش يصدر، كان مستورد، ولحد الآن الاستيراد راهو حوالي 1.2 مليار دينار، 200 مليون دولار. إذا نقارنوا بسنة 21-22 وين كانت الصادرات تتفاوت 4 ملايير دولار، اليوم قلصنا هذا الاستيراد ورانا حوالي 1.2 مليار دولار، وننتظر إن شاء الله في سنة 24 باش الاستيراد يتقلص تحت 1 مليار دولار، وتكون الصادرات نتاعنا حوالي 30 مليون دولار. لأن في بداية السنة وكم شاهدتوا يعني تصدير المادة المهمة هي الأنسولين لوحدها كمادة في دفعة واحدة صدرنا تقريب 12 مليون دولار جزائري. تغطية السوق من طرف الصناعة المحلية كلكم تعرفوها، يعني حاليا نغطي حوالي 72%، وننتظر إن شاء الله في آخر سنة 24 باش تكون 80%. بعدد المصانع اللي موجودة هي 207 مصانع خواص وعمومي. هذه صفة عامة القطاع اللي تخلي بعض الأرقام يعني تبرهن على أهمية وحساسية هذا القطاع. نعم. طيب، يعني أرقام يعني كثيرة، هذا يخليني ربما نطرح سؤال في نفس السياق، ماذا عن الإحصاء الصناعي؟ هل اليوم قطاع الصناعة يملك معلومات دقيقة أو خارطة اقتصادية حول ماذا ننتج، قدرات الإنتاج، الحاجيات؟ هل لديكم استراتيجية في هذا الشأن؟ لا، هو ما نقدرش نطرق ونتكلم على استراتيجية إذا ما عندناش معلومات إحصاء. عندنا المعلومات في كل قطاع دقيقة ومضبوطة، يعني ما فيها حتى مشكل، ولكن كاين بعض المعطيات اللي تهم بالأخص القطاع الخواص، اللي هيك تعرف يعني بعض المتعاملين في قطاع الخاص ما يفضلش يمد الأرقام الحقيقية. معليش، احنا عندنا وسائل بور ليكسترابولاسيون، نعرف كي يعطيني رقم ونعرف ما هو الميدان اللي راهو يتعامل فيه، نعرف بالتدقيق ما هو المداخيل نتاعو، ما هو القدرات نتاعو. انطلاقا من هذه المعطيات، يعني احنا نفضل في خريطة الطريق اللي اسسناها وقدمناها في مجلس الحكومة وصادق عليها مجلس الحكومة، هي اولا نركز تجسيد على الصناعة الموجودة حاليا، لأن تعرف في القطاع العمومي فيه مركبات، فيه مصانع اللي عندها مشاكل، ولكن المشاكل هذه ما هيش ناتجة من سوء التسيير، ناتجة من بعض السياسات اللي في السنوات الأخيرة كانت تقيد هذه المؤسسات وتخليها ما تنطلقش كما ينبغي في القطاع اللي احنا خلينا رايحين إن شاء الله كل هذه المصانع المركبات اللي كانت مفخرة في وقت من الأوقات في الصناعة الجزائرية، رايح إن شاء الله نعاود نرجعها للواجهة. وبدينا، راكم شفتوا بعض المركبات اللي كانت متعطلة حوالي 10 سنوات. نعم. يعني انطلقت، وهذه يعني بفضل مجهودات الدولة وتوجيهات بالأخص السيد رئيس الجمهورية اللي أكد
على بعض المؤسسات وبعض المصانع اللي لازم تعاود تاخذ منصبها اللي كان فيه بالسابق، لان عندها امكانيات وعندها يد عامله وعندها سوق. سوق نعم. يعني عندها سوق، يعني المشاكل اللي وضعوا فيها وصلوا لها كلها ناتجه من سوء التنظيم، ماهوش سوء التسيير، من سوء التنظيم، وبالاخص وقت من الوقات وين تحلت الحدود الجزائر لكل البضائع اللي تنتجها هذه المركبات، خلاتها يعني تاخذ ضربه مباشره في 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 في, في الانتاج، في التسيير، وبالاخص ضيعت نسبه كبيره من السوق اللي كانت محتلتهم. هذه اول. تاليا المحور التالي في خريطه الطريق نتاعنا هي نحرص على ارتفاع نسبه الادماج. نعم. في كل الميادين، لان نسبه الادماج هي اللي تخلي يعني المؤسسات تتحرر، ونقدر نتكلم على قاعده صناعيه صحيحه. صحيحه بالفعل. المحور الثالث والمهم هو تخلينا يعني نلفت النظر الجميع على تسيير وكيفية تسيير هذه المجمعات، ونشوف ما هي قدرة الموارد البشرية اللي موجودة في هذه المؤسسات، ونعطي لها كل التسهيلات، نعطي لها كل الإمكانيات، ونخلي يعني ندخل نمط جديد وعصري في تسيير هذا نتاع المؤسسات بعقود النجاعة لكونترات بار. نعم. طيب. هذه المحاور الكبرى اللي لخريطة الطريق. نعم. القطاع الصناعي التجاري اليوم اللي تكون يعني من 11 مجمع صناعي أصبح عبء ثقيل على الدولة الجزائرية، على الخزينة العمومية. في كل مرة يتم إعادة هيكلة، قروض. إلى متى يتواصل هذا السيناريو سيد الوزير؟ لا، إذا لاحظت الفكرة القديمة هذه نتاع نضخ أموال في مجمعات ومركبات وما فيهاش محاسبة، احنا ضخينا أموال في مركبات اللي احنا ضامنين باش تكون فيه مردودية وتكون فيه يعني إنتاج. ما ضخيناش أموال في بعض المصانع اللي ما نقدرش نقول وضرنا الأمل فيها، ولكن المصانع اللي حاليا الدولة يعني ساهمت بنسبة كبيرة بالأموال باش تخليها تنطلق وتعاود ترجع يعني للميدان، بالأخص راكم شفتوا وتبعتوا ليني أمليني وبعض المركبات اللي كانت يعني تعاني يعني. وانا النهار اللي خديت هنا في الوزارة عييت نفهم لماذا ليني حبست، لماذا ليني حبسة وحدها قطاع خاص يتمشى. الحلول صبناها، خلي جو بريفير لي غاردي بور مو. الحلول كم استهلك، ولكن هاكم اليوم شفتوا الايام يعني منذ شهر وشهر ونص انطلقت، وامنا كبير. ليني كذلك عندها يعني ان بلون شارج انتريسون كي با بيرميتر دو ديكولي. نعم. هذو المجمعات شحال استهلكت يعني من قروض سيد الوزير؟ والله ساعات كيحطوا لي السؤال هذا نقعد متعجب. لماذا؟ لان هذه الاموال ما راحتش يعني باطل، اولا راحت لحفظ مناصب عمل، وهذا مهم في اوقات صعبه وان كان القطاع العمومي بالاخص كانت فيه تسريحات بالالوف، ماهوش بالمئات، بالالوف من العمال، وخلات يعني في هذا القطاع الصناعي مركبات ومجمعات يعني اللي هي باش ان شاء الله تكون قطيرة الاقتصاد، قطيرة الصناعة لجميع المتعاملين في هذا. الأموال ما راحتش يعني، الأموال راحت في وقت من الوقات وين كان فيه إفلاس، وين كان فيه فساد. يعني الحمد لله اليوم الموجود أو هنا الموجود عندنا مركبات وعندنا مؤسسات اللي عندها كما قلت لك يد عامله متكونه، وعندها يعني آلات صناعيه يعني من احدث ما يكون،
وعندها سوق بالأخص. إذا المركبات هذه والمصانع ما تأخذش نسبة من السوق اللي راهي موجودة نغلقوها ونحبس. يعني اليوم الحل، هل ما هو الحل اللي راح تأخذوه في هذه المجمعات سيد الوزير؟ هل اليوم تروحوا الخوصصة، تروحوا لإعادة الهيكلة، تروحوا لفتح رأس المال، تروحوا للبورصة؟ شوف أنا نفضل بالأخص إعادة الهيكلة، لأن لكم شفتوا الخوصصة وين وصلت بعض المركبات، مركب الحجار اللي تخوصص في وقت من الأوقات، وين صاحب هذا اللي جاء والشريك هذا جاء، يعني خلى المجمع هذا وخلى سيدار الحجار في كارثة. استفاد من الإنتاج في هذا المركب وما استثمرش ولو دولار، وخلى يعني المركب في يعني حالة يرتلها اليوم، وخلى كذلك يعني ديون. صحيح. إلى لسيون أردواز يفوك الناس تعرف باللي وقت من الوقات هذه الخوصصة اللي دارت باسم الخوصصة باش قال نسلك القطوع القطاع العمومي، ها وخلي ما نتكلمش على بعض نتكلم، نقدر نتكلم على المركبات نتاع الموظفات نتاع اللي كانوا عند ليناد وداتهم شركة من الشركات، روحوا شوفوهم بقى مركب واحدة ويتمشى ب50% من قدراته والاخرين تغلقوا. يعني الحل ما هوش في الخوصصة، اذا الحل ما هو؟ الحل هو في تحكم في التسيير، لازم المانجمنت كما دائما نتكلم عليه في المؤسسات هذه تكون يكون تسيير يعني عقلاني، ولازم يكون فيه ان انغاجمون، انغاجمون دو لا بار دي، والانغاجمون هذا يعني نتاع المسيرين لازم نسهلوا لهم الامور، لازم يفو لي زاكومباني، يفو لي كومبروند، يعني ما يقدر يفهم مسير الا اذا كان مسير. صحيح. وحنا الحمد لله اليوم تبادل الآراء مع كل المسؤولين في هذه المجمعات تبادل مبني على تفاهم. نعم. تفاهم، ولكن هنا تكلمت على إعادة الهيكلة ونفضل إعادة الهيكلة. كيف راح تكون؟ لماذا؟ لأنك تشوف اليوم المجمعات 11 ولا 12 مجمع، يعني مجمعين اثنين اللي يسلكوا، لأن أولا مجمع جيكا هذاك لان عنده ماده واحده هو الاسمنت، والمجمع الثاني هو مجمع مدار اللي عنده تحويل الطبق، اما المجمعات الاخرين كلهم في حاله يعني كارثيه. اذا ما نقولش لازم ناخذ اجراءات بسرعه، اولا نعاود اعاده الهيكله نتاع هذه المركبات، لان مش ممكن مجمع واحد تكون فيه 25 ولا 30 مؤسسة، العبقري هذا اللي يسير هذا المجمعات لازم نصيبوه. أنا إن شاء الله من هنا لآخر سنة 24 راح ندخل بإعادة الهيكلة مع جو ديريك لا كونسلتاسيون مع كل المعنيين بالأمر، ولازم نخرج بتنظيم جديد وين يكون فيه تحكم جيد في التسيير. باش تتحكم بصفة جيدة في المؤسسات لازم تصغر المؤسسات، ولازم تخصص في المؤسسات في مادة أو مادتين. من المحال يعني ان جروب تاع 25 ولا 26 فيليال اللي فيه عدة مواد يقدر يسيروه كونسي دادمينيستراسيون، مازال ماهوش ممكن. وعلاش انا نعاود دائما هذه كارثة اللي صارت في 2018، والنتيجة ها هي اليوم نتكلموا على اثنين مركبين اللي راهم هما ناجحين والاخرين كل فاشلين. لكن سيد الوزير اليوم في عالم الأعمال في كل دول العالم كل المجمعات راهي تروح لتنويع الأنشطة، ما تركزش على نشاط واحد أو فقط، يعني لتقاسم المخاطر وغيرها. ثاني شيء هذا التجربة اللي تتكلم عليها إعادة هيكلة نحو الذهاب إلى مجمعات صغيرة وليس مجمعات يعني ضخمة، شفناها يعني في سنة 1985 وكذلك 86 وين يعني ضيعنا كثير يعني القطاع العام،
يعني ما راكش تتخوف أنه تتكرر التجربة مرة أخرى سيدي الوزير؟ راك مع واحد اللي عاش كل هذه المراحل. أنا عاشت بكل مرارة إعادة الهيكلة في 82 لا ريستركتوراسيون كو جي نومي لا ديستركتوراسيون. يعني كيفاش مجمع اللي فيه 6000 عامل وفيه يعني مردودية فيه يعني كسرنا المجمعات أنا جيت أنا عبد بالله من كلمة أنا عينوني مدير عام أول مدير عام تاع ليناد في سور لوزلان هو أنا يعني كنت مسؤول على ليناد الوقت هذاك فيها 15 شركة 15 مصنع ولكن قدرنا نتحكمه لأن فيها سكون أبل مونو برودوي سي لي برودوي ديتيرجون مواد تنظيف كل في كل زمن تحكمنا فيها. عندما ليناد بدات تمشى مليح وبداو جماعه حطوا عينيهم عليها دخلت في دوامه كيفاش نقول دوامه الخوصصه وشوفها وين وصلت. اليوم الجزائر مهما المصانع راهم موجودين في الجزائر ماهيش ملك الجزائر اذا ما تحكمش كجزائريين في مصانع كيما هذا تقنيا ولا ماليا. يعني لا انا يعني التخصص اذا نحب نقارن التنظيم تاعنا مع التنظيم اللي موجود في بعض البلدان المتقدمه مازلنا بعاد مازلنا بعاد. لماذا؟ لان اولا لازم تكون عندنا التسيير والمسيرين اللي قادرين يسيروا. يعني راك تشوف تصيب مجمع ولا اون فيليال عندها ان برودوي دو برودوي جماعه حاصله فيه نشوفوا مجمع اسي اس هذا اللي يتكلف كله بالما هو الكيمياء والطونيك وهاك تشوف الكارثه. لازم اعاده النظر في هذا التنظيم هذا نتاع يعني راح تروحوا المجمعات صغيره يعني اذا فهمتك مازال الفكره مازال ما حبسنا بلك تكون مجمعات صغيره بلك تكون بعض لي فيليال بعض الملحقات في مجمع تدخل مع مجمع مع يعني فيه عده افكار وان شاء الله من هنا لاخر سنه 24 نخرج بتنظيم جديد. نعم طيب سيد الوزير في كل دول العالم الدوله مهمتها هي الضبط ريجيلاتور. ما تظنش أنه حان الوقت للدولة أنها تنسحب عن القطاع العمومي في الاقتصاد وتلتزم فقط يعني بالضبط مثل ما هو موجود في دول العالم؟ سيدي في قطاع الصناعة الناس كل تتكلم على الدولة ده. القطاع الصناعة حالياً راهو 85% خواص ما زال بعض قطاع. الصناعات بعض القطاعات اللي راهي ما بين ايدين الدوله ولكن باش نشوف كيفاش نفصل الدوله من هذه المركبات لازم ننظمها ولازم باش كي تدخل الخوصصه تدخل يعني دو بون بي ماهوش ندخل مؤسسه الخوصصه هي مريضه. الحمد لله اليوم راكم تشوفوا يعني القطاع العمومي مانيش انا اللي راكم تشوفوا يعني المشاكل اللي راهم موجودين فيها. الحمد لله منذ سنة بدأت شوية تتقلص والمسؤولين يعني عندما دخلنا بالعقود النجاعة بدأت شوية فيها مردودية. إذا نقارن النتائج ما بين آخر سنة 23 22 وآخر سنة 23 فيه ارتفاع في المردودية فيه ارتفاع في رقم الأعمال فيه يعني شيء كبير قمنا به في ظرف سنة. ولكن أنا أملي كبير عندما نعاود نشوف يعني إعادة الهيكلة ماهيش كإعادة الهيكلة اللي سبقوا لازم تكون إعادة الهيكلة اللي تكون عندها أهداف سي لا باز دان بزنس بلان ونشوف ما نخيرش يعني المسيرين هذه بالطريقة القديمة قال هذاك نعرفه هذاك ندير اللي عينه يدي ويدخل باش يسير كما نقولها دائما انا يفوت للطابلو. نعم لكن الى متى تبقى وزاره الصناعه تتدخل في الشؤون الداخليه لهذه المجمعات؟ مالناش ندخلوا
لا عندك أمثلة ولا ما ندخلوش ما لاش ندخلو. شوف أنا من الجماعة اللي دائما رفضت تدخل الوزارات كي كنت في صيدال كي كنت في شؤون المؤسسة. ما هوش هو اليوم أنا ندخل روحي، احنا رانا ما لاش ندخلو في روحنا، رانا اليوم نوجه المسيرين تاع هاد المركبات والمجمعات عندهم جمعيه عامه، هذا تنظيم اللي راهم، وعندهم كل في كل فيليال ولا في كل مؤسسه عندهم كونسي دادمينستراسيون مجلس اداره لوتونومي كونساكري. ولكن موش كوم جو لو دي توجور، الدوله والقطاع العمومي هو ملك الدوله، لازم الدوله عندها حق باش تتدخل وتشوف باش ما نخليش يعني اموال الدوله تتبدد وحنا نتفرج. دخولنا هو في الرقابه، دخولنا هو في القوانين لا ريغولاسيون، ولكن عندنا راي باش نعطيه، لان الاملاك اللي المركبات هي ملك الدوله. اذا الدوله تجبد روحها يعني كانه سي اون بريفاتيزاسيون كي دي با سون نو بور بريفاتيزي. نعاود باش نروح للخصاصه، لازم المؤسسات هذه يعني تعاود تتجسد وتحكم اماكنها كما كانت وتكون فيها مردوديه، وان شاء الله من هنا يعني فصل قريب ان شاء الله الدوله تنجم. نعم تشوف نظام العقود اللي يعتمد نظام النجاح، عفوا عقود النجاح، هل عنده نتائج يعني اوليه ايجابيه؟ انا قلت لك شوف بعض المجمعات والمؤسسات اللي كانت يعني في وضعيه صعيبه يعني. نعم. بالتغيير هذا بنمط التسيير هذا ما ضفنا اي شيء، قال اموال ولا تنظيم ولا يعني فيه جو برون ليكزومبل دائما مد المثل تاع مجمع صيدال ماهوش كي بدلنا المسير الرئيسي، ولكن دخلوا الجماعه بنمط تسيير اخر في ظرف 6 شهور حصلوا على تقريب 60% زياده في رقم الاعمال والمبيعات اذا قارنا بالفتره الماضيه. نعم مشاهدي ومتتبعي قناة نهار، النقاش مازال متواصل، فاصل إشهاري ثم نواصل النقاش. مشاهدي الكرام إلى الجزء الثاني من برنامج 52 دقيقة اقتصاد، وضيفي في هذا العدد السيد علي عون وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، أهلا ومرحبا بك مرة أخرى سيد الوزير. شكرا. نواصل النقاش دائما بخصوص قطاع الصناعة لأنه قطاع مهم. لاحظنا مؤخرا بخصوص يعني صدور يعني القانون النصوص التطبيقية الخاصة بالعقار الاقتصادي، بعدها تم استحداث يعني منصة خاصة بالعقار الاقتصادي، لكن ما لاحظناه سيد الوزير أنه العقار الموجه لقطاع الصناعة قليل جدا. هذا ربما يخلي لي نطرح أين وصل مشروع تهيئة المناطق الصناعية؟ لا هو يعني نظام جديد شفت فيه خلق 3 وكالات. وكالة نعم. وكالة للعقار الصناعي، وكالة للعقار السياحي، وكالة متوجهة للبناء. نعم. احنا ك مسؤولين على هذه الوكالة خاصة بالعقار الصناعي، تهيئة الوكالة هذه رانا ننصب فيها إن شاء الله، وهي اللي رايح تكون مسؤولة على ماهيش تسليم الأرض، ولكن هي تكون مسؤولة على لونتروتيان صيانة المناطق الصناعية، هي اللي تكون مسؤولة على ربط المناطق هذه الصناعية بالغاز الماء والكهرباء، هي اللي تكون مسؤولة على أمن هذه المناطق الصناعية. احنا في المجلس الحكومة تاع الأسبوع الماضي قدمت ما هي تقدم تنصيب هذه الوكالة،
ما قاعد الناس يعني شيء كبير، مازال لازم نعين الهيئة اللي راح تسير هذه الوكالة، وإن شاء الله عن قريب تدخل في حيز الخدمة، لأنها رايحة هي الفائريتي، راح تورث من لونسيان أنيريف ومن اون بارتي تاع الشركة مجمع ديفانديوس زون اندستريال، هي اللي راح تولي الوكالة. احنا جاهزين، ولكن المشكل ماهوش في مسح الأراضي في تهيئة في التهيئة، لأن المشكل هو لازم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لابي تكون عندها يعني أراضي اللي باش هذوك قطعات الأراضي اللي تسلمها المستثمر تكون صافية ما فيهاش مشاكل ولا. صحيح. يعني لهذا في البداية شوية كاين صعوبات، ولكن إن شاء الله الأمور مشات والحمد لله. اليوم راهي الوكالة يعني توصلت حتى تقريب 40 ولا 45 ولاية وين وضعت في المنصة نتاعها، يعني ليس هناك أي مشكلة الأراضي الموجودة، ليس فيه أي مشكل متعلق يعني بالعقار يعني الصناعي، أي مشكل لحد كل العقار مهيئ، كل العقارات مهيئة والأموال موجودة، هو مشكل تاع تنظيم برك، لازم الواحد ما نقولش يصبروا، المستثمر راهو ما يقدرش يصبر، ولكن احنا لازم نوضع كل الآليات باش تكون هذه المناطق الصناعية متهيئة وواجدة للاستثمار. الأقطاب الصناعية، أين نحن اليوم من الأقطاب الصناعية سيد الوزير؟ لا، هذه فترة ثانية من بعد الأقطاب الصناعية هي تخلقها عندما توجه الاستثمار في النواحي وفي المناطق، وهذه من أعمال لابي، هي اللي راهي توجه الاستثمارات باش يكون فيها خلق أقطاب صناعية متخصصة في بعض الصناعات. يعني وش هي؟ أنا بدينا نشوفه مثلا المستثمرين يفضلوا وهران بالأخص في الاستثمار، كل ما هو حديد والصلب، ما هو صناعة السيارات، بدأت الأمور تظهر. مثلا تشوف سطيف وبرج بوعريش، كل ما هو إلكترونيك وإلكتروميناجي، الأمور بدأت شوية، ولكن الشيء هذا ما يجيش بسهولة، لأن حتى لحد الآن كل الاستثمارات اللي قاموا بها المستثمرين كانت شوية فيها نوع فوضى. كل مستثمر اللي عنده قطعة أرض وعنده سهولة باش القطعة أرض هذيك ده استثمر، ولكن اليوم هذه المسؤولية ترجع للابي، وبدأوا بها لابي بدأت يعني توجه للاستثمارات حسب يعني المشروع تاع خلق قطب صناعية جديدة. نعم، استراتيجية التنويع، ما هي رؤيتكم من أجل تنويع الصناعة في الجزائر؟ بمعنى آخر، ما هي القطاعات ذات الأولوية من أجل المساهمة في تنويع الاقتصاد الجزائري بعيد عن الحرب؟ أنا أفضل يعني القطاعات اللي لا تكون هي كما قلت لك قطار اقتصادي، هما الصناعة الثقيلة. الثقيلة اولا. ثانيا صناعة التحويل، التحويلية لي زاندستري ترانسفورماسيون بي ام او بي ام اي، بالاخص تحويل كل ما هو موارد فلاحية، واليوم لازم نتجه لهذا. والقطاع اللي نفضل يعني انا كذلك كقطاع ثالث اللي لازم تكون فيه تنمية وتنمية بسرعة، هو قطاع النسيج والجلود، وعندنا قطاع صناعات الأدوية. نعم تمام. الآن تكلموا على نقطة مهمة كذلك، هي زيادة معدلات الإدماج. يعني ما هي الإجراءات المتخذة سيد الوزير من أجل زيادة الإدماج في الصناعة المحلية في الجزائر؟ شوف، هذه لطو دانتيغراسيون، نسبة الإدماج، كاين عدة يا بليزيور فيلوزوفي. أنا من الناس اللي ندافع على هذا ارتفاع نسبة الإدماج، ولكن قبل ما نتكلم على ارتفاع نسبة الإدماج، نخلق نسيج صناعي باش نوفر كل ما هو مواد للصناعات الأخرى
باش يكون فيها إدماج. يعني غير متوفر النسيج حاليا؟ لا أنا قلت كنوفر. نعم كاين قطاعات وين فيها توفير. مثلا أنا رايحين يعني باش نرفع نسبة الإدماج في قطاع صناعة السيارات بإنتاج الحديد المسطح. بدأت فيه توصية لي بداو الأسبوع الماضي. هذه راح ترفع تساهم في ارتفاع نسبة الإدماج في قطاع السيارات وفي قطاع الكهرومنزلي. على بالك لا نستعمل نجم نتكلم على قطاعات أخرى ولكن فيه برامج. لأن مثلا نعاود دائما نرجع لقطاع السيارات، إذا ما فيش يعني إدماج ورفع إدماج رقم الإدماج نسبة الإدماج في القطاع هذا، رايح نخلي القطاع هذا يعني تحت رحمة الاستيراد. المجهودات كلها وانا شفنا يعني علامة من العلامات اخيرا مضات عقود مع متعاملين اللي راح في جزائريين اللي رايحين يوفروا لها كل ما هو هياكل اللي تقدر ترفع بها نموذج رقم نتاعها نتاع الادماج. وان شاء الله هذا ماشي سهل، كي نقول لازم يكون فيه خلق نسيج صناعي، لازم يكون خلق نسيج صناعي تاع مؤسسات صغيرة أو ستارت اب بالأخص، وهذه الأمل الكبير باش يكون فيه رفع الإدماج في كل الصناعات. نعم، هل ممكن تعطينا يعني نسب الإدماج في أهم الشعب حاليا؟ يعني شحال هي وصل نسب الإدماج يعني في أهم بصفة الشعب؟ شوف بصفة عامة، لأن قطاع الأسمنت راه 100%. 100% نعم. قطاع المواد البناء كل ما هو سيراميك كذلك راهو 100%. بعض كالك زي كالك برودوي كي سون امبورتي مي سي ماهوش مشكل كبير. قطاع الادويه راهو بدا شويه يرتفع كذلك، والقطاع النسيج والجلود يعني المشكل ماهوش رفع في الطو دانتيغراسيون، ولكن في انطلاق هذا القطاع من جديد لان المواد الاوليه كلها موجوده. صدر يعني مؤخرا يعني مرسوم يعدل شروط وكيفيه ممارسه نشاط تصنيع المركبات. لماذا هذا التعديل ولماذا هذا؟ هل هذا نسميه تراجع؟ ماهوش تعديل، هذا الناس فهمت غلط. نعم. لان المرسوم هذا نهار اللي خرج باش يريغول جوستومون لا فابريكاسيون دو تو سكي فيهيكول في 2019 ما خداش بعين الاعتبار بالجماعه اللي كانت قبل 2019. نعم هذه غلطة، انا صححنا، لان حوالي 30 مستثمر بالصناعه نتاع بالمصانع نتاع متوقفه. صحيح، وهذا هو سؤالي ربما، ما هو مصير هذه المصانع اللي موجوده؟ لا بالمرسوم هذا خلاص يعني راح تعاود تنطلق من جديد، وبلك كان اللي انطلقوا ديجا. هذا حاولنا باش نصحح، لكن تم مصادرتها من طرف الدوله. كيفاش راح تنطلق؟ كيفاش يعني تم مصادرتها من طرف الدوله؟ يعني مصانع لا مصانع تاع خواص مثلا، مصانع تاع كيفاش نقول لي موتو، مصانع بعض المركبات، ولكن كانت موجوده من قبل. ونهار اللي خرج المرسوم هذا ما خداش بعين الاعتبار الجماعة اللي كانت مستثمرة من قبل. اليوم سوينا الأمور والحمد لله ينطلق وما فيها حتى مشكلة. ماذا عن المصانع اللي راهي متوقفة يعني وتم مصادرتها من طرف الدولة، كمصنع هيونداي بتيارت، مصنع كيا بباتنا، كذلك مصنع رونو، سيزوكي، يعني ما مصيرها يعني هذه؟ خليوا الأمور تمشي إن شاء الله، وفيه برنامج. نعم. يعني برنامج متحكمة فيه الدولة، متحكمين فيه كل، لأن في هذا القطاع ما لازم السرعة، وهما هذه المصانع تعملت بسرعة وفي غموض، واليوم يحبون انطلقوا كذلك بسرعة غموض. لا، كل وقت ووقته الأمور راهي ماشية، والمصانع هذه اللي راهي حجزتهم الدولة عن طريق العدالة كلها عندها حلول، وإن شاء الله فيه برنامج ونطلقوا بها. بدينا مثلا مصنع زيوت نباتية في جيجل. نعم يا أخي، هذا من المصانع.
الحمد لله. مصنع تقرير السكر في 14 نعم. كيف كيف مصنع الاسمنت في الجلفة، يعني الناس قاعدين براكي سير لوزين تاع باتنا كيا. نقولها الان نزيد اكد لوزين تاع كيا لازم الناس اللي راهي حاطه عينهم عليها كما نقولوا بالعموميه يشربوا كاس ما بارد. الدوله عندها اهداف والمصنع هذا يروح لاصحاب الصناعه الحقيقيه والجماعه اللي راحين يضمنوا حقيقه صناعه السيارات الحقيقيه في هذا الماء. يعني كثر الهول هذه صناعه مصنع كيا مصنع ما تاع الدوله رايحه ان شاء الله دينا دراسه. يعني انا قلت لكم عطيت لكم امثال مصانع اللي راهي ان شاء الله رايحه تدخل في الانتاج قبل اخر السنه. مصنع هذا اللي تكلموا عليه وهذا بعض المصانع يعني التهويل ماهوش لازم. نعم. وحنا على بالنا شكون اللي راه من وراء التهويل، واللي مرات من وراء التهويل غير يكونوا هاني ما يديهاش. نعم طيب. بخصوص استيراد السيارات سيد الوزير، الماده 27 تلزم المتعاملين بتوفير 28 نقطه بيع في السنه الاولى. اليوم الكثير يطرح تساؤل، كيف يمكن توفير 28 نقطه بيع انطلاقا من التعامل بنظام الكوطه؟ يعني راح تجرني لهذا المشكل اللي ماهوش مشكل، لان دفتر الشروط دقيق ومفهوم. كل كونسيسيونير في دفتر الشروط ماهوش اجباري اولا، يفتح لو نومبر دو شوروم اون فونكسيون دو كوتا وين شافوا الناس تسرعت بعض العلامات تسرعوا يعني وداخله في الترويج نتاع العلامات هذه. كل واحد ياخذ مسؤوليته. اليوم راه بيقول لك الكوتا باسكو رانا استثمرنا، يا اخي رحت في القطاع هذا اذا كنت مسير صح تاخذ احتياطاتك، لان كل ما هو مستورد ما راكش قادر، ماكش انت اللي متحكم فيه، الدوله اللي متحكمه فيه. نهار اللي تستثمر في مصنع انتاج سيارات لوام علينا لما خليناك تشتتف. اليوم كل واحد ياخذ مسؤوليته. هل الواحد اللي يعطاو له مثلا الكوتا تاع 5000 سياره يفتح 30 ولا 20 شروم وراه نمط التسيير في هذا الشيء هذا؟ يعني اليوم سوء التسيير من طرف اصحاب بعض يردوها على الدوله وحنا نخسرنا. دير حساباتك يا سيدي. نعم. بالإضافة إلى الصناعة الميكانيكية السيارة سيد الوزير، ماذا عن الصناعة الكهرومنزلية وصناعة يعني الهواتف في الجزائر؟ صح. ما هي رؤيتكم الجديدة في هذا المجال؟ لا الكهرومنزلية راكم تشوفوا حاليا تغطية السوق في كل الأنواع والأصناف 100%. بعض بلاك مازال بعض الآلات اللي راهي مستوردة ولكن شيء قليل. أما في الهواتف النقالة احنا دخلنا في على مستوى مجلس الوزراء بملف وطرحنا طريقة هذا النهضة بهذا القطاع، لان لها 3 سنوات او 4 سنوات ما دخلش هاتف جديد عن طريق ريغلمونت. يعني توصيات سيد رئيس الجمهورية واضحة وكانت صارمة، قال اوضعوا دفتر شروط لتقنين هذا القطاع وإن شاء الله عن قريب يكون فيه جديد فيه. ولكن نفس الشيء كالسيارات، يعني ما يجيش واحد أعطينا له مثلا قال عندك تسريح باش تبدأ تصنع غدوة عندك مشكلة تاع استيراد تاع ليزيليمون تجي تقول. يعني كل دفتر الشروط مام السيارات واضح. يعني أنا ماذا بيا نغتنم فرصة هذه باش الناس ما تخليش روحها تغلط من طرف السماسرة تاع السيارات، لأن العلامات الجديدة اللي تخلد في آخر 23 وراهي تتسوق جات خلطة الحسابات نتاع
لهذا راكم تشوفوا يعني هذا الكوتا ولا تين شانسون ولا تغنية. يعني نحن نفضل واني نعاود ونزيد نقولها لو فيكول ني با اون نيسيسيتي، ماهيش ضروري، سي اون ضروري فيكول ضروري ولكن ماهيش اولويه. الاولويات الاخرين قبل السياره. الجزائري لازم لبس ولازم داويه لازم ماهيش بهدل. السياره من بعد اللي عنده، هذه اللي قاعد تاني متعجب، قانون يسمح اليوم تريد سياره قانون يسمح لك تروح تجيبها مونتر وزن، روح جيبها. علاش السنه نتاع حتى الدوله تجيب السياره؟ السياره احنا الرؤيه نتاعنا هي تنصيب صناعه حقيقيه للسيارات. ما نبداش اون فا با ماسكي ان بروجي دانسدستريالزاسيون avec l'importation de véhicules. Personnellement, je ne marche pas. سيد رئيس الجمهورية ما يتجاوبش مع الشيء هذا. نعم، كآخر سؤال في قطاع الصناعة قبل ما نروحوا للإنتاج الصيدلاني، ما هو تقييمك لأداء القطاع الخاص في الجزائر؟ هل القطاع الخاص اليوم في الجزائر يؤدي الدور؟ لا، القطاع الخاص اليوم بالأخص في القطاع الصناعي عنده قيمة إضافية يعني كبيرة. أنا قلت لك 85% من القطاع الصناعي هو خواص، ولكن لازم نفكر شويه، لازم القطاع الخاص يكون هو اللي يكون ان برودكتور دو ريسورس، يفك تكل على لي ريسورس تاعو. معليش قطاع خاص ولكن راه باموال الدوله لي كريدي في لي بنك العموميه. معليش هذا ماهوش عيب، ولكن لازم يكون فيه اعاده نظر تدريجيا لهذا المشكل. بخصوص اليوم لان العيب يقول لك سيكتور بوبليك ايتان غوفر، والسيكتور بريفي ماكش غوفر، راك تدي في الدرام تاع الدوله. نعم سيد الوزير، الان نبدا بخصوص الانتاج الصيدلاني، نبدا يعني نبقى بمجمع صيدال. مجمع صيدال كان يسمى سابقا بجوهره الصناعه الصيدلانيه، ورئيس الجمهورية أعطى توجيهات عديدة في الكثير من المرات بإعادة الاعتبار لهذا المجمع. كيف هي وضعية المجمع حاليا؟ هو في طريق سليم. يعني قلت لك باللي في ظرف 6 شهور يعني كان فيه ارتفاع رقم الأعمال بتقريب 50 إلى 60%، هذا شيء مهم في صناعة الأدوية. لكن مساهمة تاعه في السوق مازالها ضعيفة. نعم، مساهمة تاعه في السوق. لا يعني ما تقدرش درك ترفع المساهمة تاعه في السوق في ظرف عام. راهو تقصير تاع المركب هذا والسيد رئيس الجمهورية ونتكلم عليه، ما تكلمتش أنا. كسروها من 2008 إلى 2022 وما يكسروا فيها. يعني كيفاش جي في رأيك في ظرف عام ولا عام ونص؟ مي راهي في طريق، التنظيم راهو احسن، رقم الاعمال راهو يرتفع، راهم يمضيو في شراكه بالاخص لانتاج المواد الاوليه في الصيدله. هذا كل شيء يعني مهم، والحمد لله انا من القطاع، من النسبه هذه تاع الصيدل انا متفائل. يعني تتوقع انه بعد سنوات صيدلي يعاود للمكان؟ بعد سنوات يعاود يولي المركب. لماذا؟ لان مجمع صيدال كما قلت على بعض الصناعات عنده يد عامله متكونه، عنده امكانيات مصانع، وبالاخص عندك سوق اليوم اللي راهو نستورد حوالي مليار دولار. اذا ما نقدرش ندي نسبه من هذوك المليار دينار نغلقوا ونروحوا. نعم، في الجزائر كاين حوالي 200 وحدة لإنتاج الأدوية في الجزائر. 207. ما تظن السيد الوزير أنه هذا الرقم كبير جدا؟ شوفوا العديد من الدول اللي عندها صناعة صيدلانية قوية ما يتعداش 40-50. لا، هذا رقم يحسد عليه. لماذا؟ لأن كي نتكلم احنا على 207 تظهر بالك البعض شيء ضخم. مش ضخم، لأن vraiment l'industrie du médicament c'est la PME PMI. احنا ما عندناش مركبات. اذا نتكلم على مركب واحد اللي موجود هو مركب صيدال في المديه، ولكن كلها مصانع يعني متوسطه.
اللي تنتج حوالي 10-20 مليون وحدة بيع سنويا. ولكن بفضل هذا المصانع قدرنا نتحكم في بعض الأدوية اللي كانت مستوردة. واليوم نتكلم ونزيد بكل فخر القطاع هذا يعني يواجه يعني لوبيات، وبفضل تجنيد كل المتعاملين في القطاع هذا اللوبيات هذو بداوا يتقلصوا باش يفهموا باللي ما لهمش أماكن في البلاد. اليوم 72% من هي البلد اللي راهي تغطي 72% من احتياجاتها من الأدوية، وهي الأولى بعيد الأولى عربيا وإفريقيا، يعني أول عربي وإفريقي. نعم أنا ما نفضلش هذه تاع أول عربي وإفريقي، أنا يهمني تغطية احتياجات البلد بكل أدوية، ماهوش بصنف ولا صنفين وثلاثة. والحمد لله اليوم رانا عندنا قائمة الأدوية الرسمية فيها 4500، واللي تتصنع حاليا 3800. يعني هذا لازم الناس كل تستعرف باللي فيه مجهود وفيه جدية بالأخص في القطاع هذا، يعني من طرف الخواص ومن طرف مجمع صيدان. والحمد لله رايح للشيء اللي مليح في القطاع هذا. إذا نقارنه بقطاعات أخرى، ما هو القطاع اللي راهو يغطي 70% من احتياجات البلد؟ جودريبيان صفوار ما كانش. واليوم نتهم قطاع صناعة الأدوية راهم متوخرين، تغطي 72% وإن شاء الله 80%. ما هو القطاع اليوم اللي راهو يغطي أكثر من 50 ولا 60% احتياجات البلد؟ نعم طيب، لكن من 207 وحدة سيد الوزير نجد أكثر من 20 وحدة تنتج دواء واحد، نجد كذلك العديد يعني من الوحدات يعني الصناعية ما راهيش يعني تشتغل بكامل قدراتها، خاصة الجنيسة تستغل 20%. أنا نفضل في صناعة الأدوية، تعرف بلي صناعة الأدوية هي من الصناعات اللي مقننة أكثر ريغلمونتاسيون اللي موجودة هي التعدد. أنا مصنع كي يصنع صنف أو صنفين اللي عندهم يعني نسبة كبيرة في السوق الجزائري نفضلوا. هذه ما تفكير في هذا المنهج موش مليح. ما لازمش يكون مصانع اللي عندها 50-60 صنف. شوف أنا دائما جو برون ليكزومبل فايزر نيميرو أن مونديال في الدواء. نعم. شحال عنده صنف؟ شحال عنده صنف؟ وكلها مواد جافة، عنده 5. نيميرو أن مونديال دو لاندوستري دو ميديكامون. إل في سي شيفر دافير غراس على ريشيرش ديفلوبمون، البحث والتنمية. وكم تعرفوا الأصناف تاعو اللي غزا بهم العالم كامل. يعني ما الفائدة ماهيش في الكثرة كما نقول. الفائدة في الأصناف اللي يخدموهم. والحمد لله اليوم المصانع اللي تكلمت عليهم يديروا صنف ولا صنفين، راهم يغطيو بالصنف هذاك يغطيه احتياجات البلاد في هذاك الصنف 100%. نعم، وهذا ربما يخليني بصياغة أخرى أنا سؤالي سيد الوزير، اليوم عوض أن تكون وحدات كثيرة تنتج يعني دواء واحد، هل لديكم ربما خطة من أجل توجيه هذه الوحدات الصناعية من أجل الاستثمار في تصنيع الأدوية اللي رانا ما زلنا نستوردوها من الخارج حاليا؟ لا، هذك خطة أخرى، لأن الأدوية اللي مازال نستثمروها اللي نستوردوها من الخارج هي يعني متوجهة للسرطان. السرطان هذه مصانع يعني عندنا حاليا سبعة مشاريع فيهم 3 ولا 4 انطلقوا في الإنتاج. سي دي زونيتي سبيسياليزي، الخطوط الإنتاج خطوط يعني اللي لازم تكون فيهم رقابة أمنية كبيرة، لأن المادة الأولية اللي نستعملوها في الأدوية مضادات السرطان سي دي سيتوتوكسيك، يعني لازم نحمي العامل ولازم نحمي المريض. دونك سي دي زونيتي سبيسياليزي، اون بو با دوني سا ان امبورت كي. والحمد لله اليوم نظن يعني حسب التوقعات نتاعنا من هنا آخر سنة 24 تكون فيها على الأقل 3 مصانع راح تغطي 60% من احتياجات في هذه المواد. أمراض المزمنة. مزمنة. نعم طيب، صرحت في بداية يعني الحوار سيد الوزير
أن هدفكم يعني في سنة 2024 هو الوصول إلى صادرات من الأدوية تقدر ب 80 مليون دولار، لأن 23 صدرنا حوالي 6 ملايين. لكن سيد الوزير ما تظنش أنه هذا صعب جدا؟ كيف من 6 توصل ل 80 في عام؟ شكون اللي كان ينتظر نصدر الأنسولين في دفعة واحدة 12 مليون أورو ومازال عندهم دفعات أخرين؟ وكان بعض المصنعين، المشكل الوحيد اللي كان في 23 ما كانتش تسهيلات للتصدير. كيف راح توصل 80 من 6 الى 8؟ يا اكشوالمون توت اون بوليتيك، سياسه لتدعيم التصدير على بالك. هذه عندنا ديجا في البايب عده اقتراحات من طرف بعض المصانع اللي عندهم اسواق في افريقيا بالاخص، وكان مخبر ولا زوج اللي عنده اسواق في اوروبا، لانه راهو يستعمل حاليا في كل القوانين اللي تسهل له تسمح له باش يصدر. هذه 80 مليون اورو اذا كان فيه تجنيد نتاع الجميع نتفاوتها بكثير في سنه 24، لان قدره الانتاج فيه فايض. ولكن باش تصيب اسواق، باش نزيد ناكد كما قلتوا في السابق، باش تصيب اسواق بالاخص في الخارج، لان اسواق الخارج اليوم راهي عاد تجبر عليك الأدوية اللي تصنعها حسب مقاييس عالمية معروفة. واليوم راهم هذه المصانع كل راهي داخلة في تنصيب هذه المقاييس، وإن شاء الله البلد تكون من أكبر بلد في المنطقة لتصدير الأدوية. نعم، اليوم سيد الوزير المستقبل في الأدوية يعني هو موجه نحو الأدوية البيوتكنولوجي والتي تمثل 20% من الاستهلاك العالمي. الجزائر لا تتحكم يعني في هذه التكنولوجيا، يعني ما هي رؤيتكم في هذا المجال؟ من قال ما نقدرش نتحكم؟ شوف حاليا في الوضع الحالي لا، دائما نعطي مثل، لان باسكو ساعات الناس تستعمل واحد المصطلحات لا بيوتكنولوجي. اول مصنع في الجزائر اللي تصنع صيدل لا بيوتكنولوجي، لا برودكسيون دو لانتيبيوتيك بار فيرمونطاسيون سي دو لا بيوتكنولوجي. دونك هذه المصطلحات الجماعه اللي راهي درك دخلت بها جديده ولوبيات جديده، وتتبع في بعض المخابر، لان يقول لك المستقبل تاع الادويه هو في البيوسيميلار. معليش، كما كانوا يقولوا واحد الوقت المستقبل تاع الادويه هو في الادويه الجانسه. معليش، ولكن كل وقت ووقته، لان لي بيوسيميلار بو لي فابريكي لازم قوانين. صح، وحاليا القوانين باش البيوسيميلار باش تنتجوا راك تنتجوا لازم قوانين باش تسوقوا. فيه اكتويلمون هاد اللوجن الاختصاصيين اللي راهم يدرسوا، والحمد لله فيه سجلنا بعض الادويه تقريبا واحد 15 ولا 16 صنف اللي دون الكادر دي بيو سيميلار، ودي ما فيها حتى مشكل. ماهوش سي ياسين سي با ان تابو باش هذه الادويه يجوا بعض المخابر يركبوا فينا كيفاش نقول مركب النقص تاع بيو سيميلار. يوم اطار قانوني راح موجود، كل شيء موجود. البيو سيميلار ماذا بيا الاختصاصيين اللي راهم وراء الستار يتفاهموا معنا بانه ماهوش شيء صعب، ولكن ما لازمش نسبق الاحداث. نحط الاطار القانوني وان شاء الله لي بيوسيميلار تروفرون لور بلاس في المارشي. انتاج اللقاحات في الجزائر هي نقطه الضعف الجزائر، للاسف تراجعنا كثيرا. ما هي استراتيجيتكم في هذا الشان؟ والله ما نحب يعني نتكلم كثير على اللقاحات، والاخوان في لانستيتو باسور يبذلوا مجهودات كبيرة، ولكن بعض الظروف ما سمحت لهم باش يتقدموا في بعض اللقاحات. احنا توجيه من طرف السيد رئيس الجمهورية لازم صيدال تنتج اللقاحات، بالاخص اللقاحات للأطفال. نعم، صيدال شفتوا تبعتوا لها راح تنتج ان شاء الله اللقاح ضد لاغريب سيزونيير عن قريب، وعندهم برنامج
تاع اللقاح للأطفال مع بالشراكة مع أكبر مخابر اللي في موجودين في العالم باللقاحات، وإن شاء الله عن قريب تكون فيها يعني إنتاج محلي، لأن هذا نقدر نتحكم في انتشار بعض الأمراض. La vaccination en Algérie a été toujours importante. Alhamdoulillah, وزارة الصحة تتحكم في هذا الشيء هذا، ولكن لازم لهم درك اللقاح مصنوع في البلاد، وهذه مسؤوليتنا. حيكون قريبا سي الوزير. إن شاء الله. كلمة أخيرة سي الوزير، تفضل. أودي أنا دائما نقول الأخير لازم الجزائري يدير ثقة، يدير ثقة في الصناعة نتاعو، يدير ثقة في كل ما هو منتوج محليا. لأنهم يلاحظوا ويشوفوا عندما يكون فيه منتوج محلي يعني رايح يقلص من الاستيراد يطيحوا لي. ماذا بيا الناس تتفاهم وهذا منتوج محلي ومنتوج لإطارات جزائرية متكونة في الجامعات الجزائرية ومتخصصة في الخارج. يعني on a rien à envier à quiconque. Faites confiance يعني ديروا ثقة في البلاد، ديروا ثقة في إطارات الجزائرية وهم اللي راحهم راحين يسلكوا البلاد. نعم، السيد علي عون وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات. سعيد كثير يعني بمحاورتك، إن شاء الله أكون خفاف عليك ونتمنى لكل التوفيق. شكرا شكرا، كما العادة دائما خفاف، وإن شاء الله نتمنى المعطيات اللي قمنا بها اليوم معكم أنتم سهلتونا الأمور تكون في فائدة الجميع. إن شاء الله. إلى هنا مشاهدي ومتتبعي قناة نهار نكون قد وصلنا بدورنا إلى نهاية عدد اليوم من برنامج 52 دقيقة اقتصاد. أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.